قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قالوا ده الدليل على جواز الشطح، يعني الدليل على جواز الكفر. وقلنا ده النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك، وقال شنو يا جماعة؟ أخطأ. وهم بيقولوا ده دليل على جواز إنك تشطح وتكفر بالله عز وجل، وهنا النبي خطه لكن جعل له عذر بعد ذاك في عدم الإثم، قال من شدة الفرح. وديل الواحد براو، ولا كان الواحد الفرد الكبير بذاتي، أنا الواصف الموصوف شيخ طريقتي وغيره. طيب، وبعد ذاك درسنا مسألة إحياء الموتى، أها، وذكرنا فيها أول حاجة قلنا ما في أحد يحيي الموتى إلا الله، أبدا ما في زول، لا نبي لا رسول لا ملك لا إنس لا جن لا شيطان لا ولي لا صالح. الدليل فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت. أنا الآيات اللي بذكر لكم دي أمثلة بس، لكن القرآن مليء والسنة مليئة يعني. إن الذي أحياها لمحي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. طيب، شبهاتهم شنو حول مسألة إحياء الموتى؟ مراجعة على الدرس الفات، درس امبارح. أيوة، يجيب كلام لابن تيمية في النبوات اللي هو قال شنو؟ في إحياء الموتى. لكن ابن تيمية قصد شنو بالكلام ده؟ قصد إنه بالدعاء، يعني زي ما النبي عيسى عليه الصلاة والسلام دعا الله وربنا أحيى له أربعة، ذكر ابن تيمية عدة قصص لبعض التابعين وبعض الصالحين دعوا الله وربنا أحيى لهم والأموات، دعوا الله. هنا الاشتراك يا جماعة. لكن ابن تيمية في معنى كلامه في الفتاوى قال الاشتراك هنا ليس في القدر وإنما في الجنس، في جنس المسألة. النبي دعا الله أحيى له الموتى عيسى بن مريم، وهنا قال بعض الصالحين دعوا الله، زي ما ذاك فرس مات دعا الله ربنا أحيى له فرس، واحد حمار مات دعا ربنا أحيى له حماره، في امرأة طفلة مات ولدها مات دعت ربنا أحيى له، صح ولا ما صح؟ هنا اشتركوا في الجنس، مسألة الإحياء الموتى بالدعاء، دعوا الله. ودي يمكن امبارح اختلط على بعض الناس كلامه، زي ما النبي دعا الله عيسى دير شنو؟ دعوا الله. فهناك في حالة قصة عيسى لأحيى الموتى منه؟ ما عيسى، ربنا. عشان كده عيسى قال وأحيي الموتى بإذن الله، خلاص. وهنا برضو الصالحين دل شنو؟ دعوا الله ربنا أحيي لهم الموتى، فاشتركوا في جنس الدعاء لإحياء الميت. لكن ابن تيمية قال ويختلفون في القدر، لأن الأنبياء معجزاتهم كبيرة وقدرها عالي وشأنها عظيم، في القدر تكون أعلى وأكبر معجزات الأنبياء من كرامات شنو يا جماعة؟ من كرامات شنو؟ الأولياء. لكن ابن تيمية ذكر في حاجات لا أولياء لا أنبياء ما بكون عندهم، زي شنو؟ زي كن فيكون. طيب، من شبهاتهم يا نبي، قال لو شاء أن يقول لله أن لا يقيم القيامة لما أقام، قال لا للأولياء ولا للأنبياء، لما أقام القيامة لما أقام ثاني، وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، لا يجوز لا للأنبياء ولا للأولياء. طيب، إلى غيرها من المسائل اللي ذكرناها دي مراجعة للناس اللي ما حضروا. الليلة ندخل في مسائل ثلاثة مهمة جدا جدا جدا. المسألة الأولى شبهات الصوفية حول دعاء غير الله. ذكرنا شبهات حول شنو يا جماعة؟ التوسل، مش؟ الليلة دي شبهات حول دعاء غير الله. الناس اللي بيقول يجوز تدعو غير الله، تخلي الله وتدعو غيره، بيقولوا ولا بيقولوا؟ بيقولوا، زي ما جاء في ديوان البرعي رياض الجنة ونور الدجنة الصفحة رقم 119
صفحة رقم كم 119 قصيدة إسماعيل بن عبد الله الولي، قال إنابة خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. وزي ما جوز محمد المنتصر الإزيري وغيره من الصوفية دعاء غير الله. طيب، أول حاجة دعاء غير الله شرك بالله، صح؟ ولا نذكر شبهات أول بعدين نذكر الرد أحسن؟ طيب نذكر الشبهات. طيب، قالوا عندهم حديثين من السنة جوزوا إن الزول ممكن يدعو غير الله، يخلي الله ويدعو غيره، حديثين من السنة قالوا. طيب، وقالوا الحديثين ديل جابهم شيخكم ابن تيمية ذات في كتابه، أو ده الكتاب، وهو كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كتاب شنو يا جماعة؟ الكلم الطيب. في الصفحة رقم 173 174 طبعة مكتبة المعارف بالرياض، صفحة 173 174. حاول اكتب يا جماعة، زول ينور بالموبايل ويكتب. صفحة 173 174 قال ابن تيمية: فصل في الرجل إذا خدرت. قال فصل في الرجل إذا شنو يا جماعة؟ خدرت. قال ابن تيمية عن الهيثم ابن حنش، عن الهيثم ابن حنش قال: كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله، فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك. فقال: يا محمد، فكأنما نشط من عقال. ودي ذكر الإزيري في التلفزيون جوز بها دعاء غير الله عز وجل. ده الحديث الأول عن الهيثم بن حنش، أعيده ثاني: قال كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله، فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك. فقال: يا محمد، هم بيمسكوا لك الحتة دي، يا محمد، فكأنما نشط من عقال. الحديث الثاني عن مجاهد رحمه الله قال: خدرت رجل رجل عند ابن عباس، قال: خدرت رجل رجل عند ابن عباس رضي الله عنهما. فقال له ابن عباس: اذكر أحب الناس إليك. فقال محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن عباس: اذكر أحب الناس إليك. فقال محمد صلى الله عليه وسلم، فذهب خدره. ونفس الأحاديث نفسها ذكر ابن السني في عمل اليوم والليلة، صفحة 76 77، نفسهم كلهم الاثنين، صفحة 76 77 ذكروا ابن السني في كتابه عمل اليوم والليلة. هذا الكتاب، هذا هو الكتاب، صفحة 76 77. طيب، قال ابن السني باب، اللي هو باب رقم 46، قال باب، ده نفس الحديثين، باب ما يقول إذا خدرت رجله. بس أذكر لك الأسانيد، لأن ابن السني هنا جاب الأسانيد. قال ابن السني، أنا قلت منه؟ ابن السني قال: حدثني محمد ابن إبراهيم الأنماطي وعمر ابن الحاضر، شنو؟
وعمر ابن الجنيد ابن عيسى قال حدثنا محمود ابن خداش قال حدثنا أبو بكر ابن عياش قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي. لو ما قدرت تكتب السند بس اكتب لي أبو إسحاق السبيعي ده، لأن الكلام حول الرجل ده أصلا. قال حدثنا منه أبو إسحاق السبيعي عن أبي سعيد قال فذكره، ذكر الحديث يعني بتاع عند ابن عمر. طيب الثاني حدثنا جعفر، من رواية ابن عباس، حدثنا جعفر ابن عيسى أبو أحمد قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن روح قال حدثنا سلام ابن سليمان، وده كله ما يهمك الآن. قال حدثنا غياث ابن إبراهيم، ده اللي بهم من هنا في القصة بتاعت ابن عباس. غياث، أيوة غياث ابن إبراهيم. وذكر بعد ذاك الإسناد الثالث فيه الهيثم بن حنش وأبي إسحاق. طيب يلا نجي نشوف الحاصل، أنتم معايا يا جماعة؟ ها؟ أي بس ده اللي بيهمنا. طيب أكتبوا أولا يا جماعة الرواية بتاعت كنا عند عبد الله بن عمر، مش كده؟ بتاعت الهيثم بن حنش. قال الشيخ الألباني هذه الرواية ضعيفة لعلتين لسببين يعني. السبب الأول الهيثم بن حنش ده مجهول، ده مجهول خالص مجهول. طيب أنت لو قلت له الألباني قال هيقول لك ما مقتنع، صح؟ كويس. الذي ذكر أن الهيثم بن حنش مجهول هو الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، الذي ذكر أن الهيثم بن حنش مجهول. من يا جماعة؟ الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية الصفحة 88. صفحة رقم كم؟ الصفحة رقم، أقفل الشابين، صفحة رقم 88. طيب دي العلة الأولى. العلة الأولى قلنا شنو يا جماعة؟ في إسناده الهيثم ابن حنش مجهول. منو قال مجهول؟ الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية صفحة كم؟ 88. طيب العلة الثانية أنه من رواية أبي إسحاق عنه وهو السبيعي. هو أبو إسحاق من يا جماعة؟ السبيعي، أبو إسحاق السبيعي، ده حديث الهيثم بن حنش كنا عند عبد الله بن عمر. ما واحد عند عبد الله بن عمر والثاني عند منه؟ ابن عباس. نحن نتكلم عن الأول يا جماعة. أي طيب، لكن قلنا العلة الثانية مش الحديث الثاني. ما هو الشيخ الألباني قال الحديث ضعيف لسببين. السبب الأول لأنه فيه الهيثم ابن حنش، والهيثم ابن حنش ده مجهول، ذكر ذلك الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية صفحة 88. السبب الثاني الحديث ضعيف ليه؟ لأنه من رواية أبي إسحاق، وأبو إسحاق ده هو السبيعي. هو من يا جماعة؟ السبيعي. هو مدلس، مدلس وقد عنعنه، لأنه يا جماعة المدلس ما يقبل روايته إذا عنعنه، إذا عنعن. أما إذا صرح بالتحديث أو بالسماع فالرواية ما له مقبولة. هنا مدلس وقد عنعنه. طيب عن 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 كده يعني. عن فلان عن فلان عن فلان. طيب ثم إنه كان قد اختلط،
ده كمان سبب ثاني، لانه ابو اسحاق السبيعي ده يا جماعه شنو؟ فيه اشكال اختلط. يلا الكلام ده ذكروا انه ابو اسحاق السبيعي ده اختلط. ذكروا الذهبي في ميزان الاعتدال الجزء 3، الذهبي في ميزان الاعتدال الجزء 3 الصفحة 275، صفحة 275 275 الجزء 3 من كتاب ميزان الاعتدال للذهبي، أهو ده الكتاب يا جماعة. طيب عمرو، قال الذهبي عمرو ابن عبد الله هو أبو إسحاق السبيعي، اسمه الحقيقي من يا جماعة عمرو ابن عبد الله، قال من أئمة التابعين بالكوفة وأثباتهم، إلا أنه شاخ ونسي ولم يختلط. أعيد ثاني، قال من أئمة التابعين بالكوفة وأثباتهم، إلا أنه شاخ ونسي ولم يختلط، وقد سمع منه سفيان بن عيينة وقد تغير قليلا. قد تغير شنو يا جماعة؟ قليلا، دي كلها أسباب للجرح بتاعته. طيب وقال فضيل ابن غزوان كان أبو إسحاق يقرأ القرآن في كل 3. قال فضيل ابن غزوان كان أبو إسحاق يقرأ القرآن في كل 3، يعني يختم القرآن كله 3 أيام أو 3 ليال. لكن ده برضو شنو يا جماعة؟ ما سبب لقبول روايتي، ده موضوع وده موضوع. طيب يلا قالوا شنو قدام. طيب وقال الفسوي قال ابن عيينة، وده هنا الجرح، حدثنا أبو إسحاق في المسجد ليس معنا ثالث. قال الفسوي فقال بعض أهل العلم كان قد اختلط، وإنما تركوه مع ابن عيينة لاختلاطه. إذن الشيخ الألباني جاب الكلام ده من وين؟ من هنا، قال كان قد اختلط وإنما تركوه مع ابن عيينة لشنو يا جماعة؟ لاختلاطه. إذن هو اختلط. وأيضا ذكر هذا الجرح لأبي إسحاق السبيعي الإمام ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب، وهذا هو الكتاب تقريب التهذيب الصفحة 460. لا ما 460، الصفحة 360، صفحة 360. قال الذهبي قال ابن حجر في تقريب التهذيب عمرو ابن عبد الله ابن عبيد ويقال علي ويقال ابن أبي شعير الهمداني أبو إسحاق السبيعي، دي كلها أسماءه يا جماعة، اللي هو أبو إسحاق شنو؟ السبيعي، عمرو بن عبد الله بن عبيد، ويقال علي، ويقال ابن أبي شعيرة الهمداني، أبو إسحاق السبيعي، له ذاته. ثقة مكثر عابد من الثالثة، اختلط بآخره، يعني في آخر عمره شنو حصل له شنو يا جماعة؟ اختلاط. عشان كده العلماء ما كان بيقبلوا روايته. ثقة مكثر عابد من الثالثة، الثالثة يعني الطبقة الثالثة يعني. اختلط بآخره، المهم من هنا قالوا شنو انه شنو يا جماعة؟ ابن حجر قال اختلط بآخره. طيب طيب إذن هذا الحديث الأول ضعيف
ليس سببين، مين يورينا له من راسه من دون الكراس؟ سبب الأول شنو والسبب الثاني شنو؟ أيوة 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 حنش. أيوة نعم، السبب الأول لأنه من رواية الهيثم بن حنش، والهيثم بن حنش ماله مجهول. ده منو قال مجهول؟ الخطيب البغدادي في كتاب يوسف، في كتاب الكفاية الصفحة 88. السبب الثاني لضعف الحديث أيوة لأنه من رواية أبو إسحاق السبيعي، واسمه اسمه منو؟ عمرو ابن عبد الله ابن عبيد، مش كده؟ ويقال علي، ويقال وهو أبو إسحاق السبيعي، اختلط بشنو يا جماعة؟ بآخره. ذكر ذلك ابن حجر في تقريب التهذيب، ويسمى التقريب برضه صفحة 360، وذكر ذلك الذهبي في ميزان الاعتدال. كده الحديث الأول انتهينا. طيب، ودي من أعظم الشبهات بتاعتهم حول مسألة دعاء غير النعم. أي الألبان أنا ما أعرف جابها، لكن بيكون جابها من بعض الكتب، أنا ما عندي طبعا كل كتب الجرح والتعديل. حتى لو روى قبل ما يختلط هو مدلس وقد عنعنه، وحتى لو ده يعني غير مجروح أبو إسحاق السبيعي ففيه الهيثم ابن منو؟ ابن حنش، وهو مجهول. أي سبب من الأسباب دي بيجرح شنو؟ هذا الحديث بيجرح الإسناد بتاع هذا الحديث، والحديث ضعيف ما صحيح. طيب، الحديث الثاني قال من رواية مجاهد، عن مجاهد مش كده؟ خذرت رجل رجل عند ابن عباس، فقال له ابن عباس: اذكر أحب الناس إليك، فقال محمد صلى الله عليه وسلم، فذهب خدره. طيب، هذا الحديث قال عنه العلماء موضوع، الأول ده ضعيف، لكن ده شنو؟ ده موضوع عديل. أخرجه ابن السني، وذكرنا قبل في إسناده في منه يا جماعة؟ قبل تذكروا؟ غياث ابن إبراهيم. طيب، يلا نشوف أهل العلم قالوا عن غياث ابن إبراهيم ده شنو أصلا. الذهبي في ميزان الاعتدال الجزء 3، طيب الصفحة 337، صفحة 337. قال غياث ابن إبراهيم النخعي، قال أحمد وهو الإمام أحمد: ترك الناس حديثه. ده جرح ولا ما جرح؟ جرح واضح. ترك الناس حديثه. وروى عباس عن يحيى: ليس بثقة. ما دي، لكن نقل الذهبي: روى عباس عن يحيى ليس بثقة. وقال الجوزجاني: كان فيما سمعت غير واحد يقول، يعني عن غياث بن إبراهيم، يضع الحديث. قال الجوزجاني: كان فيما سمعت غير واحد، يعني من أهل العلم بالحديث وبالرجال، يقولون عن غياث بن إبراهيم شنو يا جماعة؟ يضع الحديث. قالوا عنه شنو يا جماعة؟ يضع الحديث، يعني وضع. وقال البخاري عن غياث بن إبراهيم النخعي: تركوه، يعني أهل الإسناد وأهل علم الرجال تركوا غياث بن إبراهيم النخعي لأنه مجروح. ويكنى أبا عبد الله، أبا عبد الرحمن، يكنى أبا عبد الرحمن.
طيب لهذه الأسباب عد العلماء هذا الحديث الذي من رواية غياث بن إبراهيم إلى بإسناده إلى مجاهد. هذا الحديث حديثنا يا جماعة موضوع. طيب ما أدري والله، لكن الحديث موضوع أنه هذا الرجل كان يضع الحديث كما بيّن الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال. طيب الأدلة على عدم جواز دعاء غير الله شنو؟ مستفيضة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قول الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، إلى غيرها من الآيات والأحاديث. قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت استعين بالله، ومن مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. طيب المسألة الثانية مسألة الخلق. أيوة بعضهم قالوا إنه كان العرب زمان إنه إذا خدرت كرة عزول في عرق كان معين بيقول أذكر أحب الناس إليك، فإذا ذكروا العرق ده بيتحرك إلى آخره، لكن الحديث شنو يا جماعة؟ غير صحيح الموضوع انتهى. طيب مسألة الخلق، الخلق ونحن نعلم أنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، حتى المشركين الأوائل أبو جهل وأبو لهب ربنا قال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. حتى الكفار والمشركين الأوائل عارفين أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، صح؟ طيب وكذلك من الأدلة ألا له الخلق والأمر وغيرها من الأدلة، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، والأدلة كثيرة مستفيضة. يلا هم عندهم شبهات، وأعظم وأكثر شبهتين بيركزوا عليهم شبهتين. الشبهة الأولى مسألة خلق عيسى عليه السلام، خلق عيسى عليه السلام للطير. قال تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، آل عمران الآية 49. طيب أشبه وين؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، في قوله تعالى أخلق لكم، أخلق لكم، وده أنا سمعتها من الإزيري في التلفزيون، قال لك أنت برضه مش في دونغو ولا مش ده في الشمالية، وبيركزوا على المسألة دي. أول حاجة لو قلنا عيسى بن مريم بخلق ذاك الرسول مش كده، هل الآن البرعي وغيره وغيره ده الرسل؟ ما ممكن نقيسهم بذاك. واحد اثنين أخلق لكم، نشوف الأهل التفسير قالوا في أخلق لكم دي شنو معناته، شنو هل معناته إنه عيسى بن مريم كان بيخلق زي ربنا كده واحد؟ طيب ده تفسير البغوي، أنت تفسير هذه الآية قال فيها كلام يرد على جميع هذه الشبهات، البغوي في تفسير معالم التنزيل تفسير الآية دي ذات 49 من آل عمران لأنه الصفحات تختلف. تفسير البغوي، قال البغوي أني أخلق، اسمع الكلام ده أفهم أول حاجة بعد ذاك أكتبه وأنا بعيدك الكلام مرتين ثلاث، أني أخلق قال البغوي أي أصور وأقدر، أخلق يعني شنو يا جماعة؟ أصور وأقدر، ما مقصود بقى الخلق الواحد ده، أصور وشنو يا جماعة؟ وأقدر. الدليل على التفسير ده ذاته شنو؟ قال كهيئة الطير، والكاف دي للتشبيه مش كده؟ كهيئة الطير يعني ما كان طير في لحد الوقت ذاك طير حقيقي منفوخ فيه الروح، صح ولا ما صح؟ طيب أخلق أصلا في اللغة يعني أصور وأقدر. طيب لكم من الطين كهيئة الطير
قال البغوي: والهيئة الصورة المهيئة. لحد هنا ما بقى طير فيه روح يا جماعة، خلاص. الهيئة قال الصورة المهيئة من قولهم هيأت الشيء إذا قدرته وأصلحته. الهيئة هي الصورة المهيئة، يجيب طين يعمل شكل طيرة في الطين، زي اللي بيعملوه الآن الناس، بعض الناس يعملوا كده لحد هنا من طين، لسه ما بقى طير وطير ولا كده. طيب، فأنفخ فيه أي في الطير فيكون طيرا، خلاص. قال وهب، قال وهب: كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه، فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا، ليتميز فعل الخلق من فعل الخالق تعالى، وليعلم أن الكمال لله عز وجل. مش كلام متين يا جماعة؟ طيب، القصة شنو؟ أعيدها ثاني. قال وهب: كان يطير، ده كلام وهب نقل عنه البغوي في معالم التنزيل. قال وهب: كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه، فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا. ليه؟ ربنا جعل خلقي ناقص كده ليه؟ ليتميز فعل الخلق من فعل الخالق تعالى، ليتميز فعل الخلق من فعل الخالق تعالى، وليعلم أن الكمال لله عز وجل. إذن القصة إنه عيسى بن مريم كان بيصنع، يعني يصور ويقدر طين لكن في شكل طيرة، ولسه ما بقت حقيقية يعني فيها روحي لسه. طيب، بعدك فينفخ فيه، وهذا من باب اتخاذ الأسباب، وقد أمره الله عز وجل بذلك لأنه رسول يوحى إليه. ينفخ فيه، أول ما يبقى طير حقيقي طوال عيسى بن مريم قال ده بعد ده بإذن منه، بإذن منه. يا أصبر يا ناس، الله يهديكم، أصبر يا أخي، ما تتكلم عشان ما تلخمهم يا أخي، ما أصبر، ما تتكلم، فاتتك حاجة عشان ما تلخم الناس دي كلها فطة، خلاص بس. وأنا أديتك الآية والرغمة والكتاب والمكتبات، تركت أرجع أقول بس عشان ما تعطلنا يا جماعة. طيب، قلنا إنه عيسى بن مريم أول شيء صنعوا في شكل شنو يا جماعة؟ طين في هيئة طيرة، صورة طيرة، لكن لسه ما بقت طيرة حقيقية. لكن لما قال فأنفخ فيكون طيرا، بعد ده قال بشنو؟ بإذن الله، يعني ربنا البقاه شنو يا جماعة؟ طير حقيقي. وبعد ده، بعد ما ربنا بقى طير حقيقي، الحصل شنو كما قال وهب؟ ها؟ قال كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه، إذا غاب عن الناس ماله؟ سقط، ينتهي ثاني. ليه؟ ليتميز فعل الخلق من فعل الخالق تعالى، وليعلم أن الكمال لله وحده عز وجل. طيب، طيب، ده موضوع عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. ها؟ أعيده ثاني؟ طيب، قال أخلق يعني أصور وأقدر كهيئة الطير. الهيئة هي الصورة المهيئة. الهيئة هي شنو يا جماعة؟ الصورة المهيئة. من قولهم هيأت الشيء إذا قدرت وأصلحته. طيب، قال وهب: كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه، فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا، ليتميز فعل الخلق من فعل الخالق تعالى، وليعلم أن الكمال لله عز وجل. طيب، الشبهة الثانية بتاعتهم في مسألة الخلق، في قوله تعالى: أحسن الخالقين، ودي برضو أنا سمعتها من الإزيري، قال أحسن الخالقين، قال هنا الخالقين جمع، قال الخالقين شنو يا جماعة؟ جمع.
ومعنى كلامه معناته شنو؟ معناته في خالقين كتار بيخلقوا مع ربنا سبحانه وتعالى. نشوف ليه ربنا جمع الخالقين، جاب لفظ الجمع ليه؟ أيضا في تفسير البغوي في سورة المؤمنون الآية 14، الآية 14 من سورة المؤمنون، قال البغوي: أحسن الخالقين. نحن قبيل قلنا الخلق يعني أخلق، يعني شنو قبيل؟ أصور وأقدم. يلا هنا البغوي قال أحسن الخالقين يعني المصورين والمقدرين، المصورين والمقدرين. قال: والخلق في اللغة التقدير. الخلق في اللغة شنو أصلا شنو يا جماعة؟ التقدير. يعني ما معنى الآية أحسن الخالقين فعنته في آلهة مع الله عز وجل عدة آلهة تخلق، لا، الخلق أصلا المقصود معناه في اللغة المصورين وشنو يا جماعة؟ والمقدرين. والخلق في اللغة التقدير. قال مجاهد رحمه الله، هو مجاهد بن جبر: يصنعون، يعني معنى الآية يصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين، ده معنى الآية كده. يقال رجل خالق أي شنو؟ صانع. يقال رجل خالق يعني شنو يا جماعة؟ صانع. طيب ليه ربنا جمع الخالقين؟ طيب قال ابن جريج، قال ابن جريج: إنما جمع الخالقين لأن عيسى كان يخلق الطير من الطين، ويخلق يعني شنو يا جماعة؟ يعني شنو؟ يقدر ويصور. ده الموضوع كله، كما قال تعالى: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. فأخبر الله عن نفسه بأنه أحسن الخالقين. ده الموضوع. طيب قال البغوي: أحسن الخالقين يعني المصورين والمقدرين، والخلق في اللغة التقدير. وقال مجاهد: يصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين، ده معنى الآية كده. يعني يقال رجل خالق أي صانع. وقال ابن جريج: إنما جمع الخالقين لأن عيسى كان يخلق الطير من الطين، ويخلق يعني شنو قبيل؟ قبيل في تفسير، في التفسير آل عمران، يخلق يعني شنو؟ يصور ويقدر. والآن برضو الخلق قال في اللغة شنو؟ التقدير في تفسير المؤمنون. طيب مسألة أخرى: تصرف الأولياء في الكون والشبهات حولها. تصرف الأولياء في الكون والشبهات التي حولها. الشبهة جاب صاحب كتاب النصرة العلمية في الصفحة 319 إلى 20. أي عباد؟ نعم. نعم. قالوا: وإنما ينصر خلق كلمة الخلق من البشر، لا تنصر كلمة الخلق من البشر بمعنى الصلح، وتنصر وتثبت لله ذات بمعنى، ده معنى كلامه، بمعنى الإيجاد من العدم. كويس، دي فائدة طيبة. تفسير شنو القرطبي؟ نعم، أقرأ. قالوا: اضطر بعضهم في ذلك، فلا تنصر لفظة على البشر بمعنى الصلح. نعم. نعم. طيب ده في تفسير القرطبي مش كده؟ طيب ارجعوا له ان شاء الله اراجعه. طيب مسألة تصرف، جزاك الله خير، تصرف الأولياء في الكون. نعم. شنو قلتها؟ أصحاب الجنة هم أحسن الوظيفة، مع أصحاب النار ما عندهم يعني الوظيفة. ما فهمت أنا. نعم كويس، دي كلها فوائد الناس يستفيد منها، لكن راجعوا التفاسير. طيب تصرف الأولياء في الكون ذكر عبد المحمود نور الدائم في النصرة العلمية صفحة 317 عفوا لحد 325، 317 لحد 325. قال عبد المحمود نور الدائم، أنا كلام حقري لكم طويل، أنت بس اكتب رقم الصفحة بس لأنه ما حدا يقدر تكتب.
قال قال الناظم، عندهم ناظم بنظم لهم الكفر، قال الناظم أدام الله عليه رضوانه وأمانه وانتقم الله منه، قال وأخذهم بالحال للذين يرونهم بين الورى ضالين وضربهم لبعضهم بسيف حال وخنجر لأجل خلف وسلبهم لمن أساء الأدب معهم ولو رقى وحاز الرتبة. هو عنده منظومة كده كفرية كلها بيجيبها بيقوم شنو عامل فيها الود داود المحمود الدائم بيشرحها. قالوا أخذهم بالحال يعني الباطن للذين يرونهم رضي الله عنهم بعين الإنكار والحجاب عن حقائق عن حقائقهم وكمالاتهم. طيب قال يقول العارف الحفيان عن الحال، الحال ده هو التصرف بالحال يعني، عن الحال، الحال وصف لما كان كثير التغير والاستحالة ولا يثبت على صفة معينة وذاته ما قادر يعرف. قال ومن هنا كان الحال وصف للخلق دون الحق، لأن التغير والتبدل من حال إلى حال في جانب الحق محال، والحال وصف معترض للمزالق والمنعطفات يعني زي الشارع المكسر ده، وذلك لأنه في الإمكان أن يتعاطاه صاحب الرياضات البعيدة كل البعد عن الطريق الموصل لجانب الحق، فالساحر قد يكون ذا حال والحاوي قد يكون ذا حال، وكثير من أهل الدجل والشعوذة يعتمدون في استغلال الناس على سر هذا الحال. طيب قال والحال مع العباد فرق لا جمع فيه لمن أخطأ الطريق لهذا الحال وجعله مصدر الرزق العيال، فالمحبوب من ذوي الحال المسلم أمره لله في كل حال يمكن أن يعد من أصحاب سر الحال، إذ بالله يسمع على بعد آلاف على بعد آلاف الأميال. أنا ده الكلام ده انتبه له، بالله يسمع على بعد آلاف الأميال ويتعلق بصره بعرش الرحمن رغم السماوات والكواكب والأقمار، وبالله يسمع ما لا يسمعه كل إنسان إذ يسمع سارية صوت أميره رغم هذه الآلاف من الأميال، فيحتمي بالجبل فيتم الله النصر ويشيع الأمان، وحتى يكون يده التي يبطش بها فيحمل بقوته ما لا يستطيع حمله العشرات من الرجال. وهذا علي بن أبي طالب يلقي بترسه باب الحصن في إحدى المعارك فلا يستطيع جماعة من مجاهدي المسلمين رفعه من الأرض، وحتى يصير نفسه الذي ينفخ به في الطين الذي يخلق منه كهيئة الطير فيصير الطين طيرا بإذن الله. قال تعالى متحدثا على لسان سيدنا عيسى عليه السلام أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير الآية، وكل نفخ من غير الله من سر الحال. طيب حكى الشعراني في طبقاته، ده كله عن شنو يا جماعة؟ تصرف الكون في طبقات الكبرى، ليه شنو يا جماعة؟ الطبقات الكبرى بتاعت الشعراني. طيب في ترجمة الشيخ إبراهيم المدبولي قال ونام عنده جماعة من فقراء الجامع الأزهر في بركة الحاج، فوجدوا عند الشيخ مملوكين أمردين يعني أولاد صغار مردان شكلهم جميل ومردان يعني وشهم ما فيه شعر وكده من أولاد الأمراء ينامان معه في الخلوة. دي كرامة حقت الصوفي ده، برقد معه العيال ونوع معين من العيال. طيب ينامان معه في الخلوة فأنكروا عليه، قال في ناس أنكروا على الزول ده، ودي قصة جابها ليك دليل يعني على جواز التصرف في الكون. قال فأنكروا عليه ثم رفعوا أمره إلى الشرع بالصالحية، شرع إذا لعله سلطان الشرع أو كده بالصالحية، فأرسل القاضي أي نعم ورأه فحضر ودخل الصالحية فقال ما لكم؟ فقال القاضي هؤلاء يدعون عليك أنك تختلي بالشباب وهذا حرام في الشرع. فعلا ده حرام. ابن القيم ذكر أنه النظر إلى المردان من الأولاد أشد ضررا على قلب العبد من النظر إلى النساء، قال لأنك تطلب من لا تستطيع الوصول إليه شرعا،
لأنك تطلب من لا تستطيع الوصول إليه شرعا. ما أنت البيت دي لو عجبتك عندك حل شرعا، حل شرعي صح ولا ما صح؟ وغير شرعي، غير شرعي إنك تزني وده حرام وده ما حل طبعا. لكن عندك حل شرعي اللي هو شنو؟ تمشي تتزوج تدق الباب تعرسها. لكن الولد عندك حل شرعي؟ هل تستطيع الوصول إليه شرعا؟ ما تستطيع الوصول إليه شرعا، إلا الوصول إليه عن طريق اللواط بغير شنو؟ الشرع، بغير الشرع. عشان كده ابن القيم قال ده أضر على قلوب الناس من النظر إلى النساء. أصوب البليد ده كان بيرقد معاه الأولاد دي، قال وجاءوا قالوا قال له هؤلاء يدعون عليك أنك تختلي بالشباب وهذا حرام في الشرع، فقال ما هو إلا هكذا، وقبض لحيته بأسنانه وصاح فيهم وخرجوا صائحين، فلم يعرف لهم خبر بعد ذلك الوقت. طيرهم بالقاضي بتاعه يتصرف فيهم يعني بالحال. ثم جاء الخبر أنهم أسروا وتنصروا في بلاد الإفرنج فشفعوا فيهم عند الشيخ فلم يقبل شفاعة ثم انقطع خبرهم. ده يتصرف فيهم قال يعني، ده الدليل على جواز التصرف مع الأدلة الذاكرة. قال وحكى أيضا في طبقات المذكورة في ترجمة السيدي علي المحلي، وأنكر عليه القاضي في ضمياط وقال له ما مذهبك؟ قال حنشي، قطع له حاجة من رأسه. ثم نفخ على القاضي فإذا هو ميت، كتل طوالي نفخ أوف قام كتل. قال وضربهم لبعضهم، دي جزئية من المنظومة يعني من الأولياء، بسيف حال وخنجري إلى آخر. قال أعلم أن أسرار الأولياء قد تتنوع على ما تتعلق به خواطر من أصناف الأسلحة العادية، وضربهم هذا لبعضهم بسبب ما يقع بينهم من الخلاف في بعض الأمور، اختلفوا في التيمم ضربة ضربتين، اختلفوا في الوضوء في أي حاجة. قال قال الإمام الشعراني ولما طعن أصحاب النوبة سيدي علي الخواص رضي الله عنه جاء الشريف المجذوب ورد عنه الطعنة، طعن عديل لأنه هسه حيفسر له، وقال لم يجيني أحد في مصر غير الشريف فكان لا ينساها له، لأنه ذاك رد الطعنة للناس طعنوه. ثم إنهم طعنوه طعنة أخرى فأصابته، وذلك أن الشفاعات كثرت على سيدي علي الخواص رضي الله عنه أيام السلطان بن عثمان، وكان أصحاب النوبة بمصر عجما فكانوا لم يزالوا يعارضونه ويعارضهم فطعنوه بخنجر في مشعره ولم يزل به إلى أن مات بعد 30 يوما. النوبة، طيب النوبة. وذكر أن سيدي الإمام السلطان عبد القادر الجيلي قدس الله سره، بيكذب عليه، لما قال قدمي على رقبة كل ولي لله قد طأطى الأولياء كلهم رقابهم إلا رجلا من العجم فقطعت رأسه لوقتها، رأسه اتقطعت لوقتها. واعلم أن تصريف الأولياء في بعضهم البعض في أي نوع من أنواع القتل مما لا ينكر، مما لا شنو يا جماعة؟ لا ينكر. وسمعت لواحد اسمه سعد الدين برير خليفة بتاع رفاعة صوفي بيذكر أبيات زيدي إنه ما ينكر على الأولياء بتاعنا الصوفية إذا تصرفوا وكده. وفي الذهب الإبريز، وده كتاب منا يا جماعة، الكتاب اللي فيه مناقب وقصص قال عبد العزيز الدباغ كله كفر، عندي موجود في البيت. طيب وقد يغيث الغوص عن الديوان فلا يحضر فيحصل بين أهل الله تعالى من الديوان ما يوجب اختلافهم فيقع منهم التصرف الموجب لأن يقتل بعضهم بعضا، فإن كان غالبهم اختار أمرا خالف الأقل في ذلك فإن الأقل يحصل فيه التصرف السابق فيموتون جميعا. قال وقد اختلفوا ذات يوم في أمر فقالت طائفة منهم قليلة إن لم يكن ذلك الأمر فلنمت، فقالت الطائفة الكثيرة فموتوا إن شئتم، فماتت الطائفة القليلة. شغالين براهم. وإن تكافأ الفريقان حصل التصرف فيهم جميعا. طيب قال وهذا مصداق قولهم إساءة الأدب على أهل الرتب توجب العطب، إساءة الأدب على أهل الرتب توجب العطب. المهم ده موضوع التصرف. طيب عندهم فيه شبهات،
اصلا جاء ذكرها بتاع النصرة العلمية وغيره، عنده فيه شبهات. الشبهة الاولى من مجموعة الفتاوى لابن تيمية جزء 11، جزء رقم 11 الصفحة من 322 وانت ماشي. الجزء 11 الصفحة من 322. دي من الشبهات اللي بيقولوا بها انه التصرف في الكون جائز بالإحياء والإماتة والخلق والولادة وغيره وغيره وغيره. ودي ذكرها واحد اسمه محمد عبد الله في رده علينا في دفاع عن الجفري، جاب الشبهة دي من مجموعة الفتاوى لابن تيمية الجزء 11 الصفحة 322. طيب الشبهة شنو في جواز التصرف قالوا في الكون؟ قالوا شيخ ابن تيمية ذاته ذكر الكلام ده، قال شنو؟ قال قال ابن تيمية: فصل. كلمات الله تعالى نوعان، كلمات كونية وكلمات دينية. وتكلم عن النوعين إلى أن قال: فالأولى قدرية كونية والثانية شرعية دينية. كده حاول أفهم معي الكلام ده قبل ما تكتب. قال: وكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية، وقدرة الأولى التأثير في الكونيات، وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات. وكما أن الأولى تنقسم إلى تأثير في نفسه كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه على النار، وإلى تأثير في غيره بإسقام يعني مرض يعني، وإصحاح يعني صحة، وإهلاك إهلاك ويعني موت، وإغناء وإفقار. فكذلك الثانية تنقسم إلى تأثير في نفسه بطاعته لله ورسوله. طيب قلنا ابن تيمية يقول في الصفحة البعدية اللي هي 323: وكما أن الأولى تنقسم إلى تأثير في نفسه، هم قروها كده جابوها كده، كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه على النار، وإلى تأثير في غيره بإسقام وإصحاح وإهلاك وإغناء وإفقار. شفت كيف؟ دي صفحة 323. ذكروا برضو من الصفحة 324 ابن تيمية قال: وأما القسم الثاني فمثل من يعلم ما جاء به الرسول خبرا وأمرا ويعمل به ويأمر به الناس ويعلم بوقت نزول المطر، ويعلم بوقت نزول المطر وتغير السعر وشفاء المريض وقدوم الغائب ولقاء العدو، وله تأثير إما في الأناس وإما في غيرهم بإصحاح وإسقام وإهلاك أو ولادة. قالوا ده برضو دليلهم على أن ابن تيمية ذاته قال الولي بدي الجنة بدي الولد، أو ولادة أو ولاية أو عزل. وجماع التأثير إما جلب منفعة كالمال والرياسة، وإما دفع مضرة كالعدو والمرض، إلى آخر ما قال. فهمتوا الشبهة وين يا جماعة؟ قالوا ده دليل، قالوا ابن تيمية ذاته بيقول الأولي بيتصرف في الكون، يعرف وقت نزول المطر ويشفو المريض ويمرض الصحيح، ويعرف وقت قدوم الغائب، وله تأثير قالوا في هم بيقولوا كده في الإسقام وفي الإصحاح وفي الإهلاك وفي الولاية وفي الولادة وغير 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 وغير. خلاص الرد على الكلام ده ابن تيمية في الصفحة 329 ورانا هو بيتكلم عن شنو أصلا، اللي هو بعد كم صفحة؟ بعد 5 صفحات. زي امبارح لما جبنا حتة انه كن فيكون، مش كده؟ ابن تيمية قبل 5 صفحات ورى انه الموضوع ده بيتكلم عن جوا الجنة، لهم ما يشاؤون عند ربهم هناك في الجنة، اي شيء داير انه الله بيدي له. طيب في الصفحة 329 ابن تيمية بين انه الكلام ده هل هو قاصد به والاولياء بيسووا كده؟ ناس يعني زول ممكن يسووا كده يعني؟ أو شخص
هو قاصد بيسوي كده بعين وكده. قال ابن تيمية بالصفحة 329 بعد 5 صفحات قال قلت نحن لم نتكلم إلا في منفعة الدين أو الخارق في نفسه من غير فعل الناس. نحن لم نتكلم إلا في منفعة الدين أو الخارق في نفسه. خارق ده ممكن يكون بسحر مش كده، ممكن يكون معجزة لرسول، ممكن يكون كرامة لولي، مع اختلاف أنواع شنو يا جماعة الخوارق. المعجزات للأنبياء تختلف عن شنو الكرامات للأولياء في أشياء كثيرة وفي حيثيات كثيرة. فابن تيمية قال نحن لم نتكلم إلا في منفعة الدين أو الخارق في نفسه من غير فعل الناس. قال ما تكلمت عن أفعال الناس، كلامي ده قال ما عن شنو يا جماعة عن أفعال الناس. وأما إن تكلمنا فيما يحصل بسببها من فعل الناس، يا دوب داري يقول لك فعل الناس، فنقول أولا الدين الصحيح أوجب لطاعة النفوس وحصول الرياسة من الخارق المجرد كما هو الواقع، فإنه لا نسبة لطاعة من أطيع لدينه إلى طاعة من أطيع لتأثيره، إذ طاعة الأول الأطاعوا لدينه لعلمه مكانته في الدين أعم وأكثر، والمطيع بها خيار بني آدم عقلا ودينا، وأما الثانية فلا تدوم ولا تكثر ولا يدخل فيها إلا جهال الناس. زول بيطيعوا لأنه بيقلب الكده وبيعرف محل الرائحة وبيسوي أشياء خارقة للعادة. قال أما الثانية فلا تدوم ولا تكثر ولا يدخل فيها إلا جهال الناس كأصحاب مسيلم الكذاب وطليح الأسدي ونحوهم وأهل البوادي والجبال ونحوهم مما لا عقل له ولا دين. إذن كلامه ده أفادنا عدة فوائد. الفائدة الأولى ابن تيمية قال لك كلامي ده أنا ما قلت إنه فلان من الناس يسوي أو ما يسوي، قال أنا تكلمت عن شنو يا جماعة عن منفعة الدين أو الخارق في نفسه، قال لك من غير فعل الناس. داير فعل الناس، فعل الناس قال لك شنو؟ قال وأما إن تكلمنا فيما يحصل بسببها من فعل الناس فنقول أولا الدين الصحيح أوجب لطاعة النفوس وحصول الرياسة من الخارق المجرد كما هو الواقع، فإنه لا نسبة لطاعة من أطيع لدينه إلى طاعة من أطيع لتأثيره، إذ طاعة الأول أعم وأكثر والمطيع بها خيار بني آدم عقلا ودينا، أما الثانية الأطاعوا لتأثيره ده فلا تدوم ولا تكثر ولا يدخل فيها إلا جهال الناس كأصحاب مسيلم الكذاب وطليح الأسدي ونحوهم وأهل البوادي والجوال ونحوهم مما لا عقل له ولا دين. يشير للناس اللي بيعملوا خوارق عادات بفعل شنو يا جماعة؟ الشياطين، وليست من دين ولا من غير ولا من غير. وأيضا ابن تيمية تكلم عن هذا الكلام في الصفحة رقم 328 برضو، قال وأما التأثير الكوني فقد يقع من كافر ومنافق وفاجر تأثيره في نفسه وفي غيره كالأحوال الفاسدة والعين والسحر وكالملوك والجبابرة المسلطين والسلاطين الجبابرة، وما كان من العلم مختصا بالصالحين أفضل مما يشترك فيه المصلحون والمفسدون. وقال أيضا إن الكشف والتأثير إنما يكون فيه فائدة أو لا يكون، فإن لم يكن فيه فائدة كالاطلاع على سيئات العباد وركوب السباع لغير حاجة والاجتماع بالجن لغير فائدة والمشي على الماء مع إمكان العبور على الجسر، فهذا لا منفعة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو بمنزلة العبث واللعب، وإنما يستعظم هذا من لم ينله وهو تحت القدرة والسلطان في الكون. طيب، فإذا ابن تيمية يا جماعة قال كلامي ده شنو يا جماعة؟ ما عن الناس، إنما ده كلام عن الخوارق ذاتها، فيها شيء صحيح بطاعة الله ورسوله وفيها شيء شنو؟ مخالف زي أصحاب مسيلم الكذاب وغيره 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 وغيره. طيب. نعم.
زي شنو فيها غبش؟ بيتكلم اصلا عن الخوارق، خوارق العادات من الصفحه 322 وقبليها كمان. بيتكلم عن الخوارق من قبليها في المجلد 11 بيتكلم عن خوارق العادات وماشي. هم قام مسكوا حته شنو؟ الحته اللي احنا ذكرناها في الصفحه رقم 324 اللي هو دي الصفحه رقم 324 انه قال ويعلم بوقت نزول المطر وتغير السعر وشفاء المريض وقدوم الغائب ولغاء العدو ولو تاثير ما في الاناس واما في غير باصحاح واسقام واهلاك او ولاده او ولايه او عزل او كذا او كذا. بعد ذاك جبين لك انه الحاجات دي ذاتها ما ممكن تكون دي، دي بيعملوها ناس دجالين يا اصحاب مسيلم الكذاب زي غيرهم مما لا عقل لهم ولا دين. خلاص بيعملوها بسحر بغيره بشياطين بغيره، لكن هي ما بتكون على الحقيقة، صح ولا ما صح؟ ما بتكون على الحقيقة. مثلا الآن السحر اللي بيعملوه المجرمين دي زي أصحاب مسيلم الكذاب زي غيره من المشعوذين، ممكن يصور لك إنه الآن في مطرة هنا نازلة لكن هي ما نازلة، صح ولا ما صح؟ ممكن يصور لك يخيل لك إلى عيونك يسحر لك عيونك إنه فلان ده هلك أهو ده موتناه وقع قوم أهو ده قام، هو لا يكون مات ولا يكون شنو؟ قام. كقول الله تعالى يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. ابن تيمية بيتكلم عن مثل هذه المسائل عموما خوارق العادات. الصح منها والغلط شنو يا جماعة؟ منها اللي بفعل الشياطين. عشان كده جاء أكد لك كلام نفسه في صفحة 329 قال لك أنا ما تكلمت إنه في ناس بيسووا كده وفعلهم ده صح غلط، أنا تكلمت عن الخارق للعادة في نفسه. بغض النظر إنه الصح منه الحلال والكرامات منه والحرام اللي هو فعل السحرة والدجالين كأتباع مسيلم الكذاب وغيره 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 من فعل الشياطين ومما لا عقل لهم ولا دين. يعني مثلا الآن خوارق العادات شنو؟ زي شنو خوارق العادات؟ بغض النظر إنه هو صح فعل شياطين وسحر ولا فعل أولياء كرامات أو معجزات لأنبياء، زي شنو؟ ها؟ المشي على الماء دي خارقة عادة. خلاص ثاني شنو؟ طيب كلام الفكي لما يقول لك يا أخي أنت الذهب سرقوه من مرتك شارته مرة مشلخة وخدته تحت المخدة، تمشي تلقى تحت المخدة عند المرة المشلخة، دي خارقة عادة لكن صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ باطلة. ابن تيمية يتكلم عن خوارق العادات، بعد ذاك يتكلم عن صح وغلط قام فرق لك. عرفت الكلام ده؟ قال لك الغلط دي زي اطباع مسيلم الكذاب وغيره مما لا عقل لهم ولا دين و الى اخره. قال واما الثانيه فلا تدوم ولا تكثر ولا يدخل فيها الا جهال الناس كاصحاب مسيلمه الكذاب وطليح الاسد ونحو اهل البوادي والجبال ونحو مما لا عقل لهم ولا دين. طيب كذلك برضه مشى قدام جمع عليك الامر كله قال ثم بعده وراك الخارق للعاده المحمود في الصفحة 334 قال ثم بعده الخارق المؤيد للدين المعين له لأن الخارق في مرتبة إياك نستعين والدين في مرتبة إياك نعبد فأما الخارق الذي لم يعن الدين فإما متاع دنيا أو مبعد صاحبه عن الله تعالى. كده وضحت يا جماعة؟ كده وضحت؟ طيب حتى الخارق الكويس ده ذاته اللي زول الصالح ده قال في مرتبة إياك نستعين، يعني ما بيكون إلا بالاستعانة بمن يا جماعة؟ بالله وحده لا شريك له. خلاص؟ طيب قال فأما الخارق الذي لم يعن الدين فإما متاع دنيا أو مبعد صاحبه عن الله تعالى زي الحاجات اللي بيدعوها الناس الدجالين دي لك وكذا 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 وتكون بواسطة الشياطين وبواسطة شنو؟ السحر، سميها بعد ولادة، سميها إهلاك، سميها إماتة، سميها إصحاح، سميها إسقام، اللي بيفعلوه بواسطة الشياطين والجهال والناس البعيدين عن الدين ده من يعني. لكن الشاهد إنه ابن تيمية قال أنا ما بيتكلم عن شنو يا جماعة؟ ما بيتكلم إنه في كلامه الأول ذاك اللي هم أخذوا به إنه ده يجوز الأولياء يسووه مثلا. وبيتكلم على الخارق ذات كان صح ولا شنو؟ غلط، كان باطل ولا حق؟ كان لأولياء للرحمن أو لأولياء للشيطان. وذكر برضو تفسير هذا الأمر في الصفحة رقم
330. قال: ثم نقول ثانيا، لو كان الخارق يناله من الرياسة والمال أكثر من صاحب الدين لكان غايته أن يكون ملكا من الملوك، بل ملكه إن لم يقرنه بالدين فهو كفرعون ومقدمي الإسماعيلية ونحوهم. وقد قدمنا أن رياسة الدنيا التي ينالها الملوك بسياستهم وشجاعتهم وإعطائهم أعظم من الرياسة بالخارق المجرد، فإن هذه أكثر ما يكون مدة قريبة. وأما الكشف والتأثير فإن لم يقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة، أما في الآخرة فلعدم الدين الذي هو أداء الواجبات وترك المحرمات. وأما في الدنيا فإن الخوارق هي من الأمور الخطرة التي لا تنالها النفوس إلا بمخاطرات في القلب والجسم والأهل والمال، فإنه إن سلك طريق الجوع والرياضة المفرطة، زي كلام جبيل منو تاع النصرة العلمية، والرياضة المفرطة خاطر بقلبه ومزاجه ودينه، وربما زال عقله ومرض جسمه وذهب دينه، وإن سلك طريق الوله والاختلاط بترك الشهوات ليتصل بالأرواح الجنية وتغيب النفوس عن أجسامها كما يفعله موليه الأحمدية، فقد أزال عقله وأذهب ماله ومعيشته وأشقى نفسه شقاء لا مزيد عليه، وعرض نفسه لعذاب الله في الآخرة لما تركه من الواجبات وما فعله من المحرمات. وكذلك إن قصد تسخير الجن بالأسماء والكلمات من الأقسام أو الإقسام والعزائم فقد عرض نفسه لعقوبتهم ومحاربتهم إلى آخر ما قال. نعم. ممكن تكون كرامة لولي، خلاص، كما حدثت لمنو يا جماعة؟ لأبو مسلم الخولاني، مش كده؟ لا، حصلت لأبو مسلم الخولاني لما سار بالجيش وقال: يا حليم ويا عليم ويا حليم ويا عليم، واستغاث بالله عز وجل ومشى بالجيش لحد ما قطع البحر. الكرامات يا جماعة نحن لا ننكرها، الكرامات ثابتة وهي أمر خارق للعادة برضو، لكن الكرامات تكون لمنو يا جماعة؟ للأولياء، وهي في حدود، في حدود، زي ما قال ابن تيمية مثلا قال في كتاب النبوات ذكرناه، مثلا قال لفظة كن فيكون، قال هذه لا ينالها ولي ولا ينالها نبي، دي ممكن يقولوا كرامة لولي، زي ما هم قالوا الصوفية في كتاب الفيضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية الصفحة 7، دي لا يمكن تكون لزول، وزي ما جاءوا قناة النيل الأزرق أولاد الكباشي قالوا: ربنا أدى أبونا إن قال لشيء كن فيكون، وده باطل، لأن ربنا قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب، عندهم دليل ثاني على جواز التصرف، وهو حديث: من عاد لي وليا، وده الأشر له عبد المحمود نور الدايم، صح؟ قال: وبالله شنو يسمع وبه يبطش، وذكر يعني جزء من هذا الحديث. الصلاة فضل لها كم؟ ده الحديث نناقشه بعد الصلاة ونختم إن شاء الله تعالى من كلام العلماء ابن حجر وابن رجب الحنبلي بعد الصلاة. كويس، بعد الصلاة تتضح إن شاء الله. عشان طيب، طيب، في الصفحة رقم 324. طيب، ابن تيمية أصلا بيتكلم يا جماعة قلنا عن خوارق العادات أصلا، دقيقة أمسكها واحدة، تكلم عن خوارق العادات، خلاص. الخوارق دي في أشياء فيها صحيحة جاءت بطريق يرضي الله سبحانه وتعالى كطريق الولاية أولياء الرحمن، نمسكها واحدة نفصلها. زي شنو؟ نمسك ولادة دي، هل حصل فيها أمر خارق للعادة بطريق يرضي الله سبحانه وتعالى ولا ما حصل؟ حصل لنبي الله زكريا عليه السلام. وممكن يحصل لك أنت أسعد، مرتك ما بتلد مثلا لها 30 سنة والدكاترة كلهم قالوا ما بتلد، رفعت يدنك لله، ربنا سبحانه وتعالى جعلها تحمل وتلد، خلاص، وعمرها فات ذاته سن الولادة، قول عمرها حصل 60 سنة،
ده أمر خارق للعادة ولا ما خارق؟ خارق. أو عمره صغير لكن قالوا دي ما ابتلت عاقر. دعيت الله ربنا أداك منها جنة بعد ما الدكاترة في العالم كلهم قالوا ما ابتلت ولا بيطلع منها جنة. هل ده أمر خارق ولا ما خارق؟ خارق. خلاص؟ عشان كده قال أو ولادة. ثاني قال مثلا يعلم بوقت نزول المطر وتغير السعر. وده غيب صح ولا ما صح؟ في فكيا بيرسلوا فوق الشياطين تمشي صح؟ حديث أبي هريرة في البخاري. وتسترق السمع. طيب وتسترق السمع وتجي تقول الحصل كده والحصل كده والحصل صح ولا ما صح؟ ده أمر خارق للعادة لكن بطريق شنو يا جماعة؟ بطريق لا يرضي الله سبحانه وتعالى الاستعانة بالشياطين وده كفر. يلا ابن تيمية الحاجات دي كلها ذكر جملة ولادة يعلم بوقت نزول المطر تغير السعر في صفحة 324. صفحة 329 قال لك أنا ما بتكلم عن إنه فلان بيسوي كده من الناس. قال لك أنا بتكلم عن الخوارق للعادات الصح منها والغلط. كده واضحة ولا ما واضحة يا جماعة؟ كده واضحة ولا لا؟ وضحت؟ طيب. لا لا الكلام ما بعديه في كلام. قال مشى قدام قال ديل نوعين في ناس من أصحاب مسيلم الكذاب ودجالين و إلى آخره. لكن ما قال دي بتحصل لزول الصالح إنه يعلم بوقت نزول المطر. في ناس بيقولوا الكلام ده يا جماعة عن طريق الشياطين وهم لا يعلمون الغيب. رسل الشياطين يسمعوا مسترق السمع إنه حيحصل كذا لفلان، حيحصل كذا في الأرض، حيحصل كذا، يسمعوا كلام الوحي الله سبحانه وتعالى. طيب كذلك شيخ أبو بكر يشير لصفحة 212. ابن تيمية قال وتجد نفس المجلد قال وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، مثل أن يشير إلى شخص فيموت أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيره، أو يمشي على الماء أحيانا، أو يملأ إبريقا من الهواء، أو ينفق بعض الأوقات من الغيب. من شنو؟ من الغيب. أو أن يختفي أحيانا، ده زي موضوع نزول المطر وقت نزول المطر وكده من الغيب. أو أن يختفي أحيانا عن عيون الناس، أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاء فقضى حاجته، أو يخبر الناس بما سرق لهم أو بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور، وليس في ذلك في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور الخارقة للعادة. وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع، وتكون من الشياطين. فلا يجوز أن يظن أن كل من كانت له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطلة وشرائع الإسلام الظاهرة. يمكن ده خلاصة الكلام ذكرناه في النهاية. ابن تيمية في الموضع ده ذكر شنو يا جماعة؟ جملة من الحاجات فيها صح فيها غلط، ناس بيعملوها بطريق صحيح أولياء لله، ناس بيعملوا جزء منها بطريق خطأ وهم أعداء لله عز وجل، وكذا وكذا وكذا. والكلام ده يشرح أكثر الأشار له شيخ أبو بكر في الصفحة رقم 213 214 212 213 وأنت ماشي 213 214 نعم. طيب الكلام كده واضح يا جماعة عشان ما نمشي قدام؟ خلاص واضح مش كده؟ أيوه. لا في آيات كبرى أتى بها الأنبياء تسمى الآيات الكبرى، دي ما بزول يقدر يأتي بها إلا الأنبياء والرسل. طيب عندهم شبهتين أخيرات في مسألة التصرف في الكون،
ننتهي منها ونرجع على الأسئلة عشان ما نطلع بره. حديث من عاد لي وليا، وبالذات نهاية الحديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها إلى آخر. طيب والحديث ذكر البخاري من رواية أبي هريرة برقم 6502 في موضع واحد من الصحيح 6502. طيب ده رقم الحديث البخاري. طيب نشوف كلام العلماء عن هذه الجزئية. هم كلامهم إن الزول يكون سمعه زي سمع ربنا ويبصر كبصر الله سبحانه وتعالى، وقالوا دليلهم على التفسير والتأويل ده إن عمر بن الخطاب شنو قال؟ يا سارية الجبل الجبل، مش كده؟ طيب زي ما ذكر صاحب النصرة العلمية الكلام القرني قبيل لعبد المحمود نور الدايد. نشوف كلام العلماء والسلف الصالح وتأويلهم لهذا الكلام وتفسيرهم له. ده شرح الإمام النووي للأربعين النووية الجماعة ذات في هذا الكتاب. طيب قال الإمام النووي: فمن صلى النوافل في الصفحة رقم 88، فمن صلى النوافل مع الفرائض يصير أحب إلى الله، والمحبة من الله إرادة الخير. وده منه يعني تأويل ما صحيح طبعا في مسألة إرادة الخير، لكن شاهدنا ما هنا. قال: فإذا أحب عبده شغله بذكره وطاعته وحفظه من الشيطان واستعمال أعضائه في الطاعة، وحبب إليه سمع القرآن والذكر، وكره إليه سمع الغناء وآلات له، وصار من الذين قال الله تعالى في حقهم: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، هكذا مكتوب. وقال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فإذا سمعوا منهم كلاما فاحشا أضربوا عنه وقالوا قولا يسلمون فيه، وحفظ بصره عن المحارم فلا ينظر إلى ما لا يحل له، وصار نظره نظر فكر واعتبار، فلا يرى شيئا من المصنوعات إلا ما استدل به على خالقه. وقال علي رضي الله عنه: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله تعالى قبله، يعني التفكر في مخلوقات الله. ومعنى الاعتبار العبور بالفكر في المخلوقات إلى قدرة الخالق، فيسبح عند ذلك ويقدس ويعظم، وتصير حركاته باليدين والرجلين كلها لله تعالى، ولا يمشي فيما لا يعنيه، ولا يفعل بيده شيئا عبثا، بل تكون حركاته وسكناته لله تعالى، فيثاب على ذلك في حركاته وسكناته وفي سائر أفعاله. قوله تعالى: كنت سمعه، يحتمل كنت الحافظ لسمعه وبصره ولبطش يده ورجله من الشيطان، ويحتمل كنت في قلبه عند سمعه وبصره وبطشه، فإذا ذكرني كف عن العمل لغيري. إذن كلام الإمام النووي وجاب الأقوال وردت عنده، ما معناته أنه يسمع كسمع الله ويبصر كبصر الله وكذا وكذا. نشوف كلام ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم في شرح هذه الجزئية من الحديث. قال ابن رجب في قول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت سمعه وكنت بصره إلى آخر. قال: فمتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى محى ذلك من القلب كل ما سواه، ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه. ده في شرحه للحديث رقم 38 من الأربعين النووية للزول اللي يرجع عليه وما قدر يكتب. قال: ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه، فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره، ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق نطق بالله. ده معنى الكلام كده في الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قال: فإن نطق نطق بالله،
وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به. فهذا هو المراد بقوله تعالى: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلول أو الاتحاد، والله ورسوله بريئان منه. مش كلام واضح يا جماعة؟ الكلام بتاع عبد المحمود نور الدائم، والكلام اللي بيقوله الصوفية ابن رجب الحنبلي، قال فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلول أو الاتحاد، والله ورسوله بريئان منه. الله ورسوله بريئان منه. طيب، وذكر كلام كثير. كلام الحافظ ابن حجر تحت الحديث في فتح الباري، تحت الحديث رقم 6502، قال ابن حجر: قوله تعالى: فكنت سمعه الذي يسمع، الكلام كلام الله تعالى، ما ده حديث قدسي، ده ما حديث قدسي. والحديث اصلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، الى اخره. طيب، فتح الباري شرح الحديث رقم 6502، قال: فكنت سمعه الذي يسمع به، وقوله وبصره الذي يبصر به، قال: وقد استشكل كيف يكون الباري جل وعلا سمع العبد وبصره، إلى آخر. قال: وقد استشكل كيف يكون الباري جل وعلا سمع العبد وبصره، إلى آخر. والجواب من أوجه، ذكر قريب 7 أوجه ولا 8 أوجه. أحدها أنه ورد على سبيل التمثيل، والمعنى: كنت سمعه وبصره في إيثاره أمري. كنت سمعه وبصره، إلى آخر، في إيثاره أمري. يعني شنو الكلام ده؟ قال: فهو يحب طاعتي ويؤثر خدمتي كما يحب هذه الجوارح، كما يحب هذه الجوارح، لكن بيؤثر طاعة الله عز وجل وخدمة دين الله سبحانه وتعالى. ثانيها، التأويل الثاني، أن المعنى: كليته مشغولة بي، فلا يصغي بسمعه إلا إلى ما يرضيني، ولا يرى ببصره إلا ما أمرته به. قال ده المعنى الثالث، متقاربة من بعض. الثالث، ده الثاني، الثالث: المعنى: أجعل له مقاصده كأنه ينالها بسمعه وبصره، إلى آخر. أجعل له مقاصده كأنه ينالها بسمعه وبصره، يعني إذا رغب في شيء معين مثلا، خلاص، أو خاف من شيء معين، إذا رغب في شيء معين ربنا يدي له، إذا خاف من شيء معين عدو أو مرض أو غيره ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنه. طيب، رابعها: كنت له في النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله في المعاونة على عدوه، في المعاونة على شنو؟ عدوه، وده واضح. خامسها قال الفاكهاني وسبقه إلى معناه ابن هبيرة: هو فيما يظهر لي أنه على حذف المضاف، كنت سمع وبصر وكذا، قال على حذف المضاف، والتقدير: كنت حافظ سمعه الذي يسمع به، فلا يسمع إلا ما يحل استماعه، وحافظ بصره فلا يبصر إلا ما يحل النظر إليه، وهكذا وهكذا وهكذا. سادسها قال الفاكهاني: يحتمل أو يحتمل معنى آخر أدق من الذي قبله، وهو أن يكون معنى سمعه مسموعه، لأن المصدر قد جاء بمعنى المفعول مثل فلان
أملي بمعنى مأمولي، والمعنى معنى الكلام ده شنو؟ أنه لا يسمع إلا ذكري، ولا يتلذ إلا بتلاوة كتابي، ولا يأنس إلا بمناجاتي، ولا ينظر إلا في عجائب ملكوتي، ولا يمد يده إلا فيما فيه رضاي، ورجله كذلك. وبمعناه قال ابن هبيرة أيضا. قال ابن حجر قال والاتحادية، ده هو عقائد الصوفية دي، والاتحادية زعموا أنه على حقيقته، وأن الحق عين، وأن الحق عين العبد. يهو ده كلامنا يا جماعة، ده كلام الصوفية الليلة. واحتجوا بمجيء جبريل في صورة دحية، دحية الكلب، قالوا فهو روحاني خلع صورته وظهر بمظهر البشر. قال الله أقدر على أن يظهر، على أن يظهر في صورة الوجود الكلي أو بعضه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقال الخطابي هذه أمثال، والمعنى توفيق الله لعبده في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء، وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه، ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من الإصغار إلى اللهو بسمعه، الإصغار إلى اللهو بسمعه، ومن النظر إلى ما نهى الله عنه ببصره، ومن البطش فيما لا يحل له بيده، ومن السعي إلى الباطل برجله. وإلى هذا نحى الداودي ومثله الكلاباذي، وعبر بقوله أحفظه فلا يتصرف إلا فيما حابي، لأنه إذا حبه كره لو أن يتصرف فيما يكره منه. سابعها قال الخطابي، وده الأخير أيضا، وقد يكون عبر بذلك عن سرعة إجابة الدعاء والنجح في الطلب، وذلك أن مساعي الإنسان كلها إنما تكون بهذه الجوارح المذكورة، إلى آخر ما قالوا. يعني أغلب الأقوال بتدور حول شنو يا جماعة؟ توفيق الله عز وجل للعبد ده إنه ما يستخدم الجوارح، يده وسمعه وبصره ورجله، إلا في شنو؟ في مرضاة الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك. ده أغلب الأقوال التي ذكرها العلماء. قال وحمله بعض أهل الزيغ على ما يدعونه من أن العبد إذا لازم العبادة الظاهرة والباطنة حتى يصفى من الكدورات، أن يصير في معنى الحق، تعالى الله عن ذلك. وده كلامنا يا جماعة، ده كلام الصوفية برضه يرد عليهم ابن حجر. وأنه يفنى عن نفسه جملة حتى يشهد أن الله هو الذاكر لنفسه، الموحد لنفسه، المحب لنفسه، وأن هذه الأسباب والرسوم تصير عدماً صرفاً في شهوده، وإن لم تعدم في الخارج وعلى الأوجه كلها، فلا متمسك فيه للاتحادية ولا القائلين بالوحدة المطلقة، لقوله في بقية الحديث ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، فإنه كالصريح في الرد عليهم. يعني دي حجة ترد بها على الناس اللي بيقول لك يسمع زي ربنا ويفنى في ربنا وإلى آخره وإلى آخره. في النهاية ربنا وراك إنه العبد ده بعد ما بقى ولي لله، في النهاية محتاج لله. الله بيشنو؟ ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. طيب، عندهم شبهة من الفتاوى، دي كان ردينا عليها في محاضرة شبهات حول العقيدة، الجزء 10 الصفحة 550، لمن لم يسمع بها، صفحة 550 لمجموعة الفتاوى لابن تيمية، في مسألة جواز التصرف في الكون. قال ابن تيمية برضه بيقول كده في الجزء 10 الصفحة 550، طيب، وذي ذكر الإزيرق، قال وهذا على أصح القولين في أن التوكل عليه، يعني على الله سبحانه وتعالى، بمنزلة الدعاء على أصح القولين أيضا، سبب لجلب المنافع ودفع المضار، فإنه يفيد قوة العبد وتصريف الكون. خلاص الكلام ده لحد هنا، هو قام الإزيرق قال يفيد قوة العبد، قام دخل حرف الهاء،
قال وتصريفه في الكون، عشان يرجع الضمير الهاء لمنه أقرب مذكور وهو منه العبد، فيبقى العبد هو الذي يتصرف في الكون، لكن هو وتصريف الكون. طيب معنى الكلام ده شنو؟ معنى الكلام ابن تيمية أصلا بيتكلم عن التوكل، قالوا عن سعيد بن جبير التوكل جماع الإيمان، وقال تعالى ده كلام من البداية، وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وهذا على أصح القولين في أن التوكل عليه على الله يعني بمنزلة الدعاء على أصح القولين أيضا. خلاص، سبب التوكل ده بمنزلة الدعاء، سبب لجلب المنافع ودفع المضار، فإنه أي التوكل يفيد قوة العبد وتصريف الكون. طيب الدعاء، خلي التوكل كلامين عن التوكل، لكن قال لك بمنزلة الدعاء. التوكل ده بيفيد تصريف الكون ولا ما فيه؟ الآن قول ما في مطر، زي ما حصل في زمن عمر الخطاب في عام الرمادة، لما المطر ما نزلت عمر توسل بدعاء منه العباس، العباس دعا ربنا، ربنا نزل المطر، ده تصريف في الكون من منه؟ من ربنا. لكن الآفات وكان سبب في تصريف الكون اللي هو يا جماعه الدعاء. ابن تيمية قال لك التوكل يكون زي الدعاء بمنزلة الدعاء، سبب في تصريف الكون، منو؟ العبد ولا التوكل؟ التوكل. العبد ولا الدعاء؟ الدعاء. والتوكل ده على منو يا جماعة؟ على الله. فزي ما الدعاء انت بتدعو الله ينزل المطر، وده تصريف الكون من ربنا، والسبب فيه منو؟ العبد لما دعا الله، كذلك توكل العبد، لأنه قال التوكل بمنزلة شنو؟ الدعاء. كذلك توكل العبد، لو توكل على الله حق التوكل في نزول المطر ربنا وزرع ربنا نزل له المطر، خلاص. توكل على الله حق التوكل في جلب الرزق ربنا ينزل له الرزق، زي ما لو دعا ربنا في جلب الرزق ربنا ينزل له الرزق، لو دعا الله في نزول المطر ربنا ينزل له شنو؟ المطر، لو دعا ربنا سبحانه وتعالى امرأته عاقر ربنا يجعل له تلد، ده تصريف في الكون، لكن اتصرف فيه ربنا بسبب شنو؟ دعاء العبد او توكل العبد. وده واضح، ما فيه مشكلة. في الصفحة رقم 550، لكن هو حشر لها حرف الهاء، قال يفيد قوة العبد وتصريفه هو، قال كده في الكون، قال إذن العبد يتصرف. نعم. لرزقهم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، والآيات والأحاديث في الباب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إلى غيرها من النصوص والأدلة. وما في إنسان يستطيع التصرف في الكون، لأنه ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء، وربنا قال ألا له الخلق والأمر، وغيرها من النصوص في الباب. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشى الحج وظل الطريق، فقال يا عباد الله أحبسه كلمة نحوه، ودي رواية صحيحة صحيح الألباني، ودي الآن الصوفية بيتمسكوا بها، لكن بعد ذاك العلماء ناقشوها، نجي نناقشها بكره ان شاء الله تعالى. ايوه. الله ورسوله اعلم. بعض العلماء قالوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز، لكن الشيخ العثيمين قال في امور الدنيا ما تقول الله ورسوله اعلم، اما في امور الدين حتى لو بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن تقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم كل شيء يا جماعة، الرسالة والدين. العارف بالله رضي الله عنه يا جماعة، بعض العلماء قالوا إذا كان على صيغة الخبر فلا تجوز لأحد غير الصحابة، لأن ربنا قال عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلو كان قلت لزول غير الصحابة بصيغة الخبر إنه ربنا رضى عنه وانتهى، ده كلام شنو يا جماعة؟ باطل. أنت ما عندك دليل إنه فلان ده البرعي رضي الله عنه أو أحمد الطيب البشير رضي الله عنه، بل ده الفسقة وفجرة ودعت كفر وشرك وإلحاد وزندقة واتحاد وحلول، لكن قول غير دين تقول رضي الله عن فلان ده ما بجوز إذا كان على سبيل الخبر، لأنه أنت ما عندك نص وربنا أخبرك إنه رضى عن فلان. قالوا بعض العلماء قالوا إذا سبيل الدعاء بيجوز لكن بشروط، قالوا الشرط
انه ما تخص لشخص معين، ما تخص لشنو يا جماعه؟ لشخص معين، قالوا ما تقال. لكن عموما قالوا الاولى شنو؟ تركها يا جماعه، تقال للصحابه، عشان ما نفتح باب لاهل البدع ولاهل الزيغ والضلال. الاولى تركها، الاولى تركها. الصحابه تقول رضي الله عنهم وارضاهم، اما غيرهم ذيل فلان بس ما تقول رحمه الله، حيقول جزاه الله خير اذا زول كويس. نعم. قال بعض الصوفية ينسبون لابن تيمية أنه ينظر في اللوح المحفوظ، دي حيجي يناقشها شيخ أبو بكر بعد ما ننتهي، حيشرح الكتاب بتاعه، هو كتاب قيم جدا، أثنى عليه الشيخ العلامة عبد الرحمن محمد محي الدين، من علماء المدينة النبوية ومن مشايخنا في المدينة، فأثنى على الكتاب وقرره. شيخ أبو بكر طلبنا منه أن يشرحه بعد ما ننتهي، فيه جايب الشبهات دي كلها. ابن تيمية أصلا ذاته ما قال أنا نظرت في اللوح المحفوظ، أول شيء قال كتب الله في اللوح المحفوظ، استند على نصوص وأدلة لنصرة الجيش على الشام، وأبو بكر حيشرح عليهم إن شاء الله تعالى. أيوة، قراءة سورة الفاتحة للمأموم. ده آخر سؤال. الراجح الذي أعلمه والله أعلم إنه تقراها الصلاة الجهرية وراء الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، ومن لم يقرأ بأم القرآن فصلاته خداج خداج، أي ناقصة غير تمام. لكن الموضوع فيه خلاف حتى بين علمائنا نفسهم، في الجهرية أما في السرية طبعا ما في خلاف، لازم تقرأ. اي هو الامام غير مجود. ايوه، هل يصح يعني الناس يعني قراءته هو حافظ ولكن من غير تجويد؟ في حاجه ثانيه، اذا كان هو مجود ولكن لسانه اعجمي، هل يصح يعلم يعني ناس يجيبهم من هو افصح منه؟ طيب، بيسال قال عن الامام لو ما كان بيقرا كويس ما مجود، او النطق بتاعه ما صحيح او اعجمي او كده، وفي ناس أقرأ منه. العلماء قالوا إذا في ناس أقرأ منه ما يجوز يصلي بهم، حرام عديل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله إلى آخر الحديث. لكن إذا كانوا أقرأ زول فيهم بحالته دي ذاته، وأقرأ زول فيهم وما بزول ذاته في بلد نائية بعيدة في بادية في غيره، في النهاية فاتقوا الله ما استطعتم، يصلي، لكن إحنا بنأمره هو انه يصحح شنو يا جماعه؟ قرايته. لكن اذا في زول اقرا منه وبيغلط في القران، هذا ما يجوز يتقدم على الناس، انما يتقدم الزول الاقرا. الزول الاقرا. اما اذا كان الخطا في سوره الفاتحه ذاتها اللي هي ركن من اركان الصلاه، العلماء قالوا، وكان يغير معناها ذاته، فصلينا تطبق. المفروض يعلموه قبل ما يصلي، لانه باب العلم قبل القول والعمل. أيوة. قراءة سورة الفاتحة قال لو ما قريتها أجيب ركعة، وده بيرجع للخلاف ذاته فيها في وجوب قراءتها ذاته خلف الإمام بالنسبة للصلاة الجهرية. فالناس اللي بيروا إنه لازم تقرأها، بعضهم يتساءل قال يا اخي لو ما قريتها نسيتها مثلا ما بتجيب ركعه، وبعضهم قالوا تجيب ركعه باعتبار انه قرايتها شنو؟ ركن، تقوم تجيب ركعه كامله. والله اعلم بالصواب. نعم حبيبي. هي الصلاه بس بعدين يا استاذ. نعم نعم. هو لفظه غير الله بيخلق. نعم. إذا كان بمعنى الصنع ما الإيجاد من العدم بيجوز، لأن ربنا قال فتبارك الله أحسن الخالقين.
لكن احنا خلافنا مع الصوفية ما في ده يا جماعة في الصنع. الصوفية بيقول أوجد من عدم، مش كده؟ وفي مسألة الإحياء برضو إحياء الموتى ما في دعاء الله، قال مشى قال له قم، قال فقام ينفض التراب من رأسه، صح ولا ما صح؟ فده الموضوع، الكلام ده كفر عديل، أنت لازم تفهم الشبهة بتاعتهم أول شيء والرد عليهم. أما نقاش المسألة العلمية هنا إنه إذا كان بقصد شنو يا جماعة؟ الصنع خلاص غير الإيجاد من عدم، فده ما في مشكلة، لأنه ذكر ابن جريج زي ما ذكرنا الآن من تفسير البغوي. السؤال الثاني، نعم، بعض الإخوان بيقولوا ابن السني العلماء السلف، عدل من العلماء يا جماعة ابن السني، عشان احنا في أحاديث كثيرة ضعيفة والصوفية أخذوها شبهات، ما أظن الناس ابن السني وجماعة ديل ناس مثلا كعبين أو كذا، لا، ده العلماء، علماء كبار جدا، لكن زي ما بينا المرة الفاتت إما بينقلوا الحديث الحديث يكون ما صحيح، إما لبيان ضعفي، وذكرنا مثال مش كده؟ اللي هو قصة حرز أبي منو؟ أبي دجانة، نقلوا البيهقي مش كده؟ في شعب الإيمان. إما بينقلوا من باب الأمانة العلمية جابوه خطو عداك العلماء يوصلوا فيه وكما تبين له خلاص الإسناد، أو نمرة ثلاثة وديني سنة المرة فاتت ينقل العالم يكون ظني صحيح حسب الإسناد اللي قدامه، يجي عالم آخر يجرح في بعض رجال الإسناد ويطلع الإسناد شنو يا جماعة؟ الحديث ده غير شنو؟ غير صحيح. فلذلك بنقول الكلام ده، وفي النهاية ما في أحد معصوم مش كده؟ إلا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. سؤال ثاني قلتها محدين؟ الصلاة في المغابر المصلى الموجودة زي بتاع حسن الخاتمة أو غيره أو غيره، إذا كان قاعد جوا المغابر بين القبور ما يجوز أصلي فيه أي صلاة من الصلوات الواجبة الخمسة ولا الصلوات النافلة، لا ضحى لا غيره لا غيره. أما صلاة الجنازة دي الأمر فيها أوسع، ففرقوا العلماء بين شنو يا جماعة؟ بين الصلاة الغير صلاة الجنازة، النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها لا تصلوا إلى القبور، وقال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم لا تجعلوها مقابر، ولا تجعلوها مقابر عندها معنيين عند الفقهاء، المعنى الأول لا تجعلوها مقابر أي بالصلاة فيها لا بتصلي فيها النوافل، لأن المقابر ما شنو يا جماعة؟ ما بصلوا فيها. ولا تجعلوها مقابر المعنى الثاني المهم جدا، يعني ما تدفنوا فيها، عشان كده الآن أقول لك شيخ فلان خلاص ما عملنا له قبة لكن دفننا في البيت برضو حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ لا تجعلوها شنو؟ مقابر. طيب الرسول دفنه في حجرة عائشة صلى الله عليه وسلم، عندنا الحديث لم يقبض الله نبيا إلا في الموضع الذي أحب أن يدفن فيه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من رواية أبو بكر الصديق. فأما صلاة الجنازة ودي شبهة بجواب الصوفية، جاب الإزيرك شفته في التلفزيون قال بيجوز الصلاة في جامع فيه قبر، قال لأنه النبي عليه الصلاة والسلام جلي قبر المرأة السوداء فصلى قال عند قبرها، ما هو سأل قال لهم أين فلانة؟ قالوا ماتت بالليل فكرينا أن نوقظك، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله منورها بصلاتي علي منورها لهم بصلاتي عليهم، ثم أتى قبرها فصلى عليها عند قبرها. قالوا ده الدليل على جواز الصلاة في المساجد اللي فيها قبور وعند القبور. نقول الذي كان الصلاة شنو يا جماعة؟ جنازة. دي موضوع بيختلف. نعم. أنتم ما نعيشتوا يا جماعة؟ أيوة. لو مثلا الحلقات يا أخواننا جزاهم الله خير. نعم. في كل حلقة خصصت له وشفت هذين وجود عليها. أيوة. الكلام ده مهم يا جماعة، إنه أي درس بناخده هنا أنت لابد تحفظه وتمشي تبلغه. لو بلغت الدرس بتحفظه. وعجبنا أخونا نبيل ماذا نقسم ظهره، أي درس بناخده هنا بيحفظه الصمت. حتى كلام الزاوي في ميزان الاعتدال، كلام ابن حجر في تقريبا في غيره غيره غيره، بيحفظ وصم بيمشي بيسمع طوالي في جامع بشكله بيتخرج. المهم في النهايه بيكون بلغ وبيكون شنو يا جماعه؟ وبيكون حفظ. ده اللي شكله في مسجد السجان. خلاص؟ دقيقه اصبر. خلاص؟ بيكون بلغ وبيكون شنو يا جماعه؟
حفظه. السلف قالوا كنا نستعين على حفظ العلم بتبليغه بتبليغه. فلو قعدت كده زي بس كتبته وكراس خطيته والتراب والعناية بكروف يطير به هنا ما بتفهم أي حاجة. الكلام ده تحفظه تفهمه وتمشي تبلغه تبلغه بالجامعة. لأنه شبهات الآن انتشرت. زمان كان شبهات الصوفية، الصوفية دخلوا الإسلام في السودان، صوفية أحباب الرسول، صوفية في مولية أكلوا الكسرة عرسوا لي كم ألف شاب، كلام عام ممكن الحبوبة ترد عليهم. لكن الآن بقى كلام شنو يا جماعة؟ علمي، كلام كتب، ما ينفع في جوطة وكوراك. زي ما أنت بتقول قال الذهبي، هو بيقول لك قال الذهبي الصوفي. فده بيحتاج يا جماعة لعلم مننا ولاجتهاد مننا. والكلام ده شنو يا جماعة؟ نمشي نبلغه للناس. والناس نشروا شبهات في التلفزيونات، أنت حتنشره في جامعة حيسمعوا لك 100 نفر لو بالغوا. هو نشره في قناة فضائية عالمية حضروا قريب 200 مليون إنسان حول العالم أقل حال. فأنت محتاج لجهد مضاعف إنك تبلغ الكلام ده، تبلغ وتبلغ 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 وتبلغ. نعم. وأنا بقدر الإمكان بقدر ما أوفق إن شاء الله تعالى بجيب الشبه كلها اللي بعرفها وسمعتها والموجودة في كتبهم. وناقشت المرة في هذه الشبهات بعض شبهات الكوثري ومحمد علوي المالكي مش كده، وغيره من الشبهات والكذب على العلماء وعلى ابن تيمية وعلى غيره. وحنكون ماشيين لحد ما ننتهي، بعدك حيوصل شيخ أبو بكر. فالزول يفهم ويحفظ ويمشي يبلغ. طبعا تفضل. نعم. في جنازة جاوا يصلي عليها، في الصف ركب المصلى. بعض الناس عليها ما كان تخرج بعدها. شيخ طريقة يعني عديل. ما صلي وراه ده اطلع طوالي. العلماء لما قالوا التيجانية بس ما الله أعلم يكونوا عارفين باقي الجماعة الختمية والسمانية ذيل ما عندنا هنا نحن ذيل. خلاص ما في أي فريق ذاته بين تيجانية وبين قادرية وبين سمانية وبين ختمية. الناس ذيل بالذات شيوخهم الكبار ذيل عقائدهم ذي عقائد شركية كفرية. العلماء قالوا ما صلي وراه. الناس اللي عندهم زي ما قال بن باز والعثيمين وغيرهم اللي عندهم عقائد شركية بغض النظر انه كافر تعيينا ولا ما كافر تعيينا دي مسألة أخرى. قالوا ما صلي وراه. اللي عنده عقيدة شركية ده ما صلي وراه. مثل أن يعتقد أن غير الله يعلم الغيب وغير الله يخلق، أو يعتقد جواز دعاء غير الله أو غيرها من الشركيات ما صلي وراه. وحتى اللي بيستميم ذاته ما صلي وراه. وليه؟ لأنه التمايم دي الآن الغالب الأعم أو قد يكون كلها ما من القرآن. من جنس التمايم شنو يا جماعة؟ الشركية. ما التمايم البدعية اللي هي من القرآن. ما التمايم البدعية اللي هي من القرآن. ونحن واقعنا هنا في بلدنا عارفين ده المصل. اطلع وريهم ولا ما زول ده يا جماعه زول، لكن تكون عندك بينه. بيقول كده، بيقول دعاء غير الله يجوز، بيسال غير الله، بيستغيث بغير الله ما يجوز. قول لهم ده دين اذا سالوا. نعم وريهم هاي. لكن في ناس عوام يا جماعه زول يقول لك يا اخي ايه صوفيه كويسين، كلام عام وزول من العوام. لكن لو سألته قلت له ابتدوا غير الله قال لك لا، توكل لابس حجاب لا كده، ده ما بتقول ما تصلي وراه. عرفت؟ لكن إذا وجد مسجد أهل السنة خلاص. جزاكم الله خير بارك. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.